بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. الحقيقة سؤال متكرر هو حول موضوع لو اختلف هلال شهر ذي الحجة من بلد إلى بلد فماذا يفعل أهل البلد اللي اختلف الموعد بتاعهم عن موعد المملكة العربية السعودية فيما يخص يوم عرفة؟ يصوموا أي يوم ويتبعوا أي يوم؟ هل يمشوا وراء الدولة اللي هم فيها ولا يتبعوا المملكة على سنها فيها فرائض الحج وما إلى ذلك؟ السؤال ده الحقيقة وردنا من أخت متصلة أو يعني مشاركة في البرنامج من كندا، وكانت بتسأل أيضا على مسألة فروق التوقيت، لأن في بلدان بيبقى النهار فيها ليل والليل فيها نهار عندنا، يعني هذه الأمور يعني. فخلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام طليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. دكتور عصام حضرتك سمعني؟ أنا سمعك. نعم اهلا بحضرتك دكتور. طبعا يعني مساله اختلاف يوم عرفه من بلد الى بلد حسب اختلاف مطالع شهر ذي الحجه، دكتور ازاي يتعامل مسلم مع هذا الامر يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقه ان قضيه اختلاف المطالع والرؤى قضيه مثاره منذ القدم، ليست قضيه مستحدثه، يعني منذ أيام الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم والناس تخرج للرؤية، وهناك من يرى الهلال وهناك من لا يرى الهلال، سواء هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة. لأني إحنا الحياة عندنا في الإسلام في أحكامها الشرعية مبنية على الأهلة، عندنا في الزكاة مرور حول هجري، عندنا العام هجري يبدأ بالهجرة، عندنا صوم رمضان ورمضان بالهجري وليس مرتبطا مش بالشمس مش بالتاريخ الميلادي، عندنا الفطر مرتبط زكاة الفطر والعيد برؤية هلال شوال، الحج مرهوم بالهلال كذلك. لماذا؟ لأن أهم ركن في الحج الحج عرفة، عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، كيف نعرف؟ برؤية هلال ذي الحجة. يعني إذا كان الناس مهتمة بصيام عرفة وصيامها سنة، فلا الأهم عند ذلك عند الحاج الوقوف بعرفة، إنه هذا أهم ركن في الحج. فالهلال المسلم مرتبط به، ولذلك نجد على مدار التاريخ الإسلامي دائما في أعلام المسلمين الهلال موجود، والهلال رمز للمسلمين، حتى لما تقال في ثورة يحيى الهلال مع الصليب، الهلال رمز للمسلم، لأن ارتباط حياة المسلم في كثير من تشريعاته وأحكامه بالهلال. المرأة إذا حاضت في العدة، العدة سواء اعتبر ثلاثة قروء القرء الحيضة من الطهر، أيضا ب يعني ثلاثة الحيضة بالشهور، إذا شهور بالشهور الهجرية وليس الميلادية، المرأة التي تعتد 14 أيام بالشهور الهجري وليس الميلادي. إذا المسلم مرتبط بقضية الهلال في كثير من الأحكام. طيب الآن الناس بتختلف، يعني رغم التقدم العلمي إلا أنه لا زال إلى الآن حتى الأيام دي عندنا السعودية وقطر ومصر وعدد من الدول عرف يوم السبت، سلطنة عمان وبعض الدول الأخرى عرف يوم الحد، والعيد الاثنين، اللي عنده عرف السبت عنده العيد الأحد. في بعض دول بتعتمد الحساب الفلكي زي تركيا والمسلمين في أوروبا بيعتمدوا الفلك، خلاص ثابت عندهم بيرتاحوا، وهو رأي فقهي يعني قلبي من بعض الشافعية من القدماء كالإمام السبكي ومنهم من المعاصرين شيخ أحمد شاكر وعدد شيخ القرضاء وعدد من المشايخ قالوا به. لكن طبعا عند حتى الرؤية والاختلاف رغم التقنيات العالية لكن لا زال الناس يختلفون. طيب إحنا هنا هل نعتمد عرفة بناء على الناس اللي تقف على عرفة؟ يبقى ده معتمد مهم جدا بالنسبة لأي حج، يبقى بيعتمد ايه على رؤية البلد اللي هو فيها، ولا اللي هيصوم يصوم مع اللي واقفين على عرفة؟ هل هنا الاعتبار المكاني ولا الاعتبار الزماني؟ هل الزمان الاهم ولا المكان؟ المكان اهم مع الزمان لمن سيحج. فهنا دي نقطة مهمة. انما اللي خارج عرفة من البلدان الاخرى مش مرتبط بعرفة كوقوف، مرتبط بيه كصيام. طيب إذا اختلفت الرؤى من أتبع؟ اللي في عرفة يتبع البلد اللي فيها عرفة، واللي بالخارج يتبع رؤية البلد التي فيها، لأن مدار الخلاف كله بين الفقهاء على حديث الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون،
والسيدة عائشة قالت عرفة حين يعرف الناس. يعني لما الناس تتفق على يوم. ومعظم الفقهاء على هذه المسألة أن الإنسان المسلم يتبع الرؤية أو التوجه الذي أمر به الإمام، حتى لو الإمام الظالم يعني أو الفاسق، أو المنام والصدع والأدوات والتقنيات لا خداع فيها أو ما فيش فيها يعني لف ودوران. إذا اعتمد على ذلك خلاص الناس تقف بعرفة في المملكة العربية السعودية بناء على رؤية المملكة العربية السعودية. أي نعم. طب أنا في بلد، تفضل. هو نقطة دكتور، يعني حضرتك قلت ان اللي جوه يعني اللي بيحج يتبع يعني الكلام المملكة، واللي بره بيتبع دولته. في بقى مسلمين في بعض المدن، خاصة المدن الغربية، يعني انا كنت يعني في احد هذه المدن، والحقيقة لقيت ان المساجد في نفس المدينة في نفس الحي، مسجد بيفطر النهاردة والمسجد التاني العيد عنده بكرة والمسجد اللي بعده العيد عنده بعد بكرة، وفي اختلاف رهيب جدا في كل مسجد ماشي حسب دولة. يعني ازاي المسلم بقى لو في بلد زي دي او في مدينه زي دي يتعامل ازاي في هذا الموقف؟ لا، هذا خطا من اكبر الاخطاء التي يفعلها المسلمون في الغرب، انه عايش في الغرب بجسمه وسايب ومتبع التقاليد اللي عنده في البلد. فده بعضهم مشكله، بس ده بعضهم عايز يصوم على السعوديه لو هو من السعوديه او على مصر. يعني في الصيف دلوقتي الناس هتصوم ساعات طويله، يقول لك لا انا هصوم على مكه. طب انت في مكه من حد؟ لا، فده برضو خطأ آخر. لكن خلينا نجاوب على الأول، على الشق الأول. الشق الأول، أنت في بلد، إذن عليك أن تتبع، لأنك بتصلي على أي بلد؟ على الهلال بتاعك، على مواقيت الصلاة التي في بلدك. عندك الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، مواقيت بتصلي. هل بتصلي الفجر على الفجر بتاع بلدك؟ لا، لم يقل بذلك فقيه على وجه الأرض. وإلا ليه يعني اتعاملت الشرق والغرب؟ لو التعامل في كل حته بقى زي بعضه، ربنا جعل ليل الشمس مشرق ومغرب، وليه اتعمل زوال واتعمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال؟ ليه المواقيت دي؟ لان مواقيت مختلفه، مواقيت مختلفه. فاذا الاصل ان المسلم يتبع رؤيه البلد التي او التي يعيش فيها. انا عايش في مصر، اذا انا بصوم على مصر. طب انا ثبت عندي ان الرؤيه بتاعت البلد انا فيها غلط. نموذج، الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا تصوم في السر ولا تعلن بذلك. ما يبقاش الناس بتعايد وانت صايم، ايه النهارده عرفه؟ بعض الناس بيعملها بالكلام ده ويجاهر. لا، ليس مطلوبا هنا بالمجاهره. رايك لو انت مقتنع ان هو الصواب ان تسر به. طيب اعمل قلق وفوضى؟ لا، نهى الفقهاء عن ذلك، واعتبروا ذلك من الفتنه التي يعني السلطان أو الإمام يمنع صاحبها من فعلها. لأن في النهاية الصوم عبادة فردية، هي عمل جماعي مطلوب من السلطات المعنية بذلك، من أولي الأمر، وهم يتحاسبوا على ذلك. طيب في بلاد أوروبا، أنا عندي مركز إسلامي في مانشستر في برمنغهام، تلاقي إخواننا الباكستانيين عايزين عيدهم على باكستان، وإخواننا المصريين على مصر، وإخواننا، ويكون مثار من السخرية للأسف أو التندر من الغربيين. يروح الموظف المسلم عايز أجازة، أنا عايز أجازة العيد، زي ما بتدي مسيحة على الكريسماس، أنا عايز أجازة العيد. يقولك عايزه على أله عيد، باكستان ولا مصر ولا السعودية؟ أيوة، يبقى مثار سخرية وتندر. هتقول لي طب ما المسيحيين عندهم في الكريسماس مختلف أوروبا عن الشرق، بس هو في النهاية المنطقة اللي هو فيها موحدة على تاريخ. يعني اللي بيقول يوم 25 هتلاقي كم بلد، كم بلد، مش 5-6 و5-6 و5-6. الأرثوذكس خلاص يوم 7 في بلادنا، مش كلهم في يوم 7 خلاص. فهنا مشكلة. الأولى ان احنا في بلادنا في مراكزنا اللي اسمها في الغرب في عندنا مجلس إسلامي نجلسوا مع بعض، وفي عندنا النهاردة مجلس الإفتاء الأوروبي اللي افتوى البحوث في أيرلندا، ويمثل معظم المسلمين في الفتاوى القضاء دي. المجلس بيعلن عن إن يا جماعة التاريخ الفلاني ده وقفة عرفة وده يوم العيد، خلاص نلتزم في الأصل في ذلك. عندنا رأي، لكن هي للأسف مشكلة يعني بعض المسلمين في بلاد الغرب يريد أن ينفرد بقرار ورأيه، لك أنا مش تبع حد، مش تبع حد. الاستقلالية ليست معناها الفوضى. في فرق بين أنك تكون مستقل في التوجه والرأي وبين الفوضى التي تسيء إليك وإلى دينك.
هذا ليس مطلوبا. فالأولى أن أنا الناس في المساجد لا تختلف بل تتفق، وما راعيش أبص على العيد في بلدي الأصلية إيه. لا، أنت في بلدك الأصلية، وأنت بتقبض في لندن بالجنيه المصري ولا الجنيه الاسترليني؟ بالجنيه الاسترليني. يعني اشمعنى مش فاكر المصري إلا في الخلافات؟ أنت في السعودية بتقبض بالريال ولا في أمريكا بتقبض بالدولار ولا بالريال السعودي؟ بالدولار الأمريكي، ولا حد يعرف الريال السعودي بتاعك. إذا الشاهد اللي أقصده هنا هذا من الخطأ الذي يحدث. كثير من الناس يذهب إلى بلاد الغرب حاملا معه مشكلات الشرق، فيبقى بس مجرد جسم في الغرب، إنما دماغه وقلبه وعقله وكل ارتباطاته كلها رابطها بها سعادته، رابطها ببلده الأصلي. لا، استدعاء مشكلات في بيئة إلى بيئة أخرى ليس من الصواب الديني أو العقلي أو حتى الحياتي. طب في سؤال دكتور، يعني ده كان ورد من اخت من كندا، كانت بتقول ان يوم عرفه لما يكون يعني بالنهار في السعوديه عندها في المدينه اللي هي ساكنه فيها هيكون ليل، فدلوقتي ازاي تعرف يعني مثلا وقت استجابه الدعاء او وقت الذكر او يوم عرفه؟ هل تقعد بالليل في نفس التوقيت ولا النهار بتاعها هو عرفه؟ هو يوم عرفه ربنا سبحانه وتعالى لما وضعه لم يكن يعلم ان هيبقى في بلد فيها شمس وبلد فيها ليل. يقينا سبحانه وتعالى يعلم. هو يوم عرفه، يوم عرفه لمين؟ للي عايشه. عرف حين تعرفون، يعني عرف بلدك. وإلا طيب، أنا عندي وقت استجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل اللي هو في مكة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيعمل شرع مرتبط باثنين ثلاثة مليون بني آدم عايشين في مكة المكرمة، وبقية الستة مليار بني آدم مطلوب بقى يدوروا على مواعيد تانية، كل يوم لازم يصرف المعدة؟ لا طبعا. وإلا ربنا ما كانش جعل الصلوات كل صلاة في إنسان. والحكمة من إيه؟ إن في مسلم في أمريكا وفي مسلم في كندا وفي مسلمين في ولا، أن ذكر الله دائم مستمر. وعلى مدار الساعة هناك أشخاص تلهج ألسنتهم بالثناء على الله وذكر الله والدعاء لله سبحانه وتعالى. وإلا ما فيش معاد محدد، ده ما فيش ما يشبه الكلام، ده مستحيل. وإلا خالق الليل والنهار سبحانه وتعالى خلقه لحكمة، إن في ناس عايشة النهاردة في ليل، في حتة تانية في نهار. ففي وعندك صلاة، يعني وإلا معناها نصلي اللي في أمريكا وإحنا بنصلي العشاء في مكة بيصلي هو مثلا الظهر، معناها يصليها صلاة جهرية، صلاته تصح؟ لا طب ما ينفعش. ليه؟ لأن شرط الامتثال صحة العبادة لابد لها من شرطين: إخلاص النية لله، وأن يكون العمل موافقا لشرع الله. فالجهر جهر والسر سر. الأمة مش الدنيا كلها مش هتسر في لحظة واحدة ولا حاجة في لحظة واحدة. السر مرهون بصلاة النهار والجهر مرهون بصلاة الليل. فكل صلاة ليل فيها الجهر، كل صلاة نهار فيها السر، على حسب بقى ليلك ونهارك في البلد الذي تقيم فيه. هنفترض أنك بتقضي صلاة العشاء، انت مسافر من بلد دلوقتي وتصليت صلاة العشاء فاتتك، رحت بلد بقت نهار، هتقضيها ايه؟ سر ولا جهر؟ سر. ايوه، صلاة سر ورحت بلد بقت ليل، هتقضيها ايه؟ جهر. فهو هنا الشرع مرتبط بالحالة التي اوضح فيها الشرع مقصده وهدفه وحكمه. فدي مسألة احيانا تغيب عن البعض. لا، انت في البلد الفلاني مواقيت الصلاة عندك شروق الشمس، عندها قبلها صلاة الفجر، عندك عند بعد الزوال بمدة، عندك الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه مواقيت لكل مكان. وفضلنا احنا في هذه البلدان ان احنا يبقى عندنا مجلس اسلامي موحد لهذه القضايا المصيرية. عندنا قضايا محتاجين رأي واحد فيها، هنصوم مع بعض، هنفطر مع بعض، هنعيد مع بعض، حتى لو هنعيد وهنصوم على مذاهبنا الفقهية لا مانع، مفيش مشكلة، إنه في النهاية المذاهب من أين أتت؟ من الشرع. كل فقيه على حسب ما فهم من هذا الشرع الحنيف. إنما إن أنا أربط صلاتي وأربط تعبدي ببلد الذي أنا فيه لم يقل بذلك أحد. هصوم، هتصوم عليه، هتصوم حضرتك من أذان الفجر إلى أذان المغرب في بلدك، البلد اللي أنت فيه، مش وطنك الأصلي، لا، في البلد الذي ستصوم فيه. لذلك الفقهاء وضعوا أحكام صدقة الفطر، زكاة تطلعها فين؟ في البلد اللي صمت فيه، ده الأولى. وإن أجازوا النقل لضرورة،
الاضحيه هتضحي فين؟ في البلد اللي انت هتعيد فيه. وان اجازوا النقل لضروره شرعيه، زي تبعتها لغزه، تبعتها لاهلك الفقراء في بلدك، ما لقيتش فقراء عندك خلاص. لكن الاصل ان الزكاه او الاضحيه او الاعمال مرهونه بمكانها، الا العمل الذي لم يرهن بمكان. يعني زي انت رايح تحج، مش هتقول والله الهدي بتاعي هوديه في استراليا اللي انا جاي منها، لا، الهدي هديا بالغ الكعبه، ما حدد بمكان هو في المكان، ما حدد بزمان في هذا الزمن. ما لم يحدد العباده المطلقه على حسب اطلاق الشرع لهذه العباده، هل اطلقت لاطلاق للكل يفعلها حسب ما يفعل، ولا بتقييد قيده الشرع. في اخ سيد الدكتور حابب يقول ان هو يعني في المدينه اللي هو فيها، يعني في الاعياد السابقه يعني كان بيصلي العيد في مسجد، وبعدين تاني يوم يروح يصلي العيد مره اخرى في مسجد اخر مع الاولاد يعني. فبيسال عن مساله ان هو في هذه الحاله يعني هل يجوز لي يعمل كده ولا لا؟ لا، يعني صلى العيد في مسجد وبعدين غير المسجد لمسجد تاني؟ يعني مسجد مثلا الباكستان العيد عندهم النهارده، مسجد المصريين اللي عندهم بكره، فيصلي العيد النهارده مع الباكستان وبعدين تاني يوم يروح عند المصريين يصلي العيد برضه. لا، مش مطلوب منه يعمل لي منظمة التعاون الإسلامي في الصلاة، هو صلاة عيد واحد اللي عليه. يعني خلاص، انت ليه اعمل انا يعني هنا وهنا؟ لا، ده ليس صوابا. الصلاة الواحد صلاة العيد عليه صلاة عيد واحدة، فانت بتكرر ليه؟ الا لو رايح لاحتفال عاملينه، دي قصة تانية. يستنى ما تصليش معاهم لما خلاص ما لو تصليت امبارح، اعتمد مكان هتصلي معاهم فيه. انما بعدها حفل وفرحه الاولاد خلاص بننتظر، لان بالمناسبه صلاه العيد ليس فقط، مش شرط فقط اللي رايح يروح يصلي، والا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يذهب الى المصلى الحيض وذوات العذر الاعذار. ليه؟ قال وليشهدنا دعوه الخير، تسمع تحضر مع الناس. فالعيد في شقين، في شق تعبدي وفي شق اجتماعي. شق التعبدي اللي هو صلاه العيد، شق الاجتماعي التقاء المسلمين والفرحة بالأعياد، والشق الإنساني فيها. وتلاقي لذلك هتلاحظ أن كل عيد من أعياد المسلمين مرتبط بشق تعبده وشق إنساني. عيد الفطر فيه قبل صيام رمضان، وفيه زكاة الفطر، ده شق إنساني وتعبدي. وعندك العيد نفسه الفرحة به شق إنساني. عيد الأضحى مرتبط بالحج، وقبل منه صوم يوم عرفة اللي مش حاج. والعيد نفسه فيه الايه؟ صلاة العيد ده التعبد، والأضحية ده الشيء التعبدي الإنساني بيجمع بين الأمرين. فأعياد المسلمين تمتاز بهاتين الميزتين، أنها أعياد ربانية وأنها أعياد إنسانية تجمع بين المعنى الرباني والإنساني، وهذا ما تنفرد به أعيادنا دون سائر أعياد الناس، سواء الأعياد القومية الوطنية الدينية غيرها. لا لا لا، يجتمع فيه هذان أو هاتان الخصيصتان التي تميزت به معاد المسلمين. اي نعم. في نقطة أخيرة دكتور في الموضوع، هي مسألة يعني في صلاة العيد، مسألة اللي هي بتعمل صلاة أولى وثانية وثالثة في بعض المساجد لضيق المساحة يعني. فالحكم الشرعي في هذا الأمر؟ لا شيء في ذلك، تعدد الجماعات لعلة ضيق المكان ده بيحدث في معظم البلدان المراكز الإسلامية، لأن المركز محدود المساحة والمسلمين بيجوا أفواجا كثيرة، فبيبقى صعب. فبيتعمل إيه؟ صلاة عيد أولى، تانية، تالتة، رابعة، جماعات على ساعات محددة، بيعملوا فرقة مسافة زمنية بحيث من جاء يدرك. لا مانع من ذلك شرعا، هذا جائز شرعا. أي نعم، جزاك الله خيرا دكتور. إن شاء الله ندخل في الأسئلة سواء المكتوبة أو الاتصالات الهاتفية. في أخ سائل بيقول إن هو كان بيعمل في السعودية، وفي آخر سنة ليه أخذ تأشيرة عودة نهائي يعني، وأراد إن هو يعمل عمرة قبل الرحيل، فراح على المطار اللي هو في المدينة اللي هو عايش فيها علشان يحجز إلى مكة المكرمة أو إلى جدة يعني، لكن رفضوا في المطار إن هم يطلعوه وقالوا له أنت لازم تغادر إلى بلدك. سؤال الأخ السائل بيقول إن هو ما عملش العمرة ورجع تاني يعني بيته اللي هو كان فيه قبل ما يرجع بلده، وما كانش أحرم في هذا الوقت، فهل عليه شيء في هذا الأمر أم لا؟ لا، ما دام لم يحرم ولا أي شيء خلاص لا شيء عليه، نوى ووقفت الظروف أمام إكمال نيته، فله ما نوى وربنا يتقبل منه يعني. معنا الأخ أحمد من مصر. أستاذ أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بيك. السلام عليكم. إزاي حضرتك؟ كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير. الحمد لله، وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة.
أنا كنت بحج السنة اللي فاتت وبعدين كنت تعبان يوم عرفة وخلصنا يوم عرفة وطلعنا على المزدلفة بس ما رحتش بينهم. ووكلت حد يرمي جبلات مكان يعني. وكلت حد يروح. هل عليا هدي ولا عليا ولا عليا؟ لا أنا ما رحتش منها. المجموعة من الحج اللي هم الجمعيات قالوا بتعبانين عملوا ورجعونا الثاني الفندق وقالوا وكلوا حد يرمي جمرات. طيب حضرتك ذكرت مسألة إنك وكلت حد، وكلت حد في إيه بقى؟ معلش. وكلت في الرمي الجمرات. تمام. طيب الرمية. اي نعم. طب خليك اخ احمد معنا. دكتور الاخ احمد سؤال ان هو عمل حج السنه اللي فاتت وكان تعبان في يوم عرفه فلم يبات ما راحش المنى يعني واوكل حد ان هو يعمل لكن بقى بالمزدلفه ومظبوط ولا عمل ايه؟ رحت المزدلفه. خلاص ما دمت المرض والعذر عندك ووكلت من رمى عنك الرمي بتاعك صحيح وان شاء الله لا شيء عليك يعني ربنا يتقبل يعني ان شاء الله ربنا يتقبل منه رب ده من عذر المرض لا مانع من ذلك شرعا ان شاء الله انت عملت اهم شيء اللي هو عرفه خلاص وده كان الاهم يعني. تمام استاذ احمد عندك اسئله اخرى؟ طيب خلاص شكرا جزيلا ليك. في اخ سائل الدكتور بيسال بيقول ان هو يعيش في دوله اوروبيه والان قررت هذه الدوله عمل تجنيد اجباري للشباب فوق سن 18 عام فسؤاله يعني في حاله ان تم تجنيده اجباري في جيش هذه الدوله فما هو حكمه كمسلم في هذه الحاله؟ هو مجنس بجنسية هذه الدولة؟ من سؤال الدكتور يبدو أنه مجنس لأن طبعا ما هو التجنيد ما بيبقاش غير للمجنس. أي نعم. خلاص لا مانع من ذلك شرعا مواصلية هيخش جيش غالب الجيوش دلوقتي بتعمل إيه؟ تدريباته كم شهر بيروح مش هيخش في حروب يعني إذا دخل في حروب معناه بيعتذر وده موجود في كل في معظم جيوش العالم الغربي يعني إنه يستشعر الحرج لو حرب ضد مسلمين أو حرب ليست فيها عدالة إن بيجد مانعا من ضميره الديني يطارد. شفنا ده في امريكا محمد علي كلاي وعدد من المسلمين اللي كانوا في الجيش الامريكي ووجد حرجا في المشاركه كان هو ساعتها كلاي ايام حرب فيتنام. فما دام الجيش العادي لا مانع بتتعلم فيه الاشياء العسكريه لان ده من ضمن مقتضيات التجنس والمواطنه المطلوب انك انت تثبت مواطنتك الصالحه ما دمت لا تتعارض هذه المواطنه مع ثوابت الدين. اي نعم. في سؤالين يا دكتور يعني خاصين بنفس النقطة تقريبا. السؤال الأول من أخت سائلة بتسأل بتقول أين توجد الحياة البرزخية اللي هي حياة القبر يعني هل هي في الدنيا أم في السماء وأين مكانها وهل هي طويلة أم لا؟ ده سؤال الأخت الأولى. السؤال الأخت الثانية بتقول إن والدتها توفت من 20 يوم وإن هي كل يوم بتقرأ لها قرآن فبتسأل بتقول هل لي ثواب وأنا بهب لها هذا القرآن أم لا؟ وإزاي الميت يطمن على أهله بعد وفاتهم حسب سؤال الأخت يعني. يعني قضية العالم البرزخ أو عالم القبر هو من عالم الغيب. الأجساد في القبور الأرواح عند ربها سبحانه وتعالى يعني هل بقى تصعد إلى السماء هل تظل في الدنيا في حياة الدنيا ولكن دون أن يراها أحد. وذلك الحديث إن الشهداء حواصلها في الطير اللي دايما بنلاقي طير اخضر حوالين بعض القبور هل طير هذا هو الطير ولا لا طير اخر بعض الناس بيؤول ذلك بذلك الناس في الحاله العامه ولا يرى انه حواصل عند الله عز وجل لا يعلمها الا الله هو عالم غيب اذا حاب يعني تقرا في تفاصيل اكثر في ذلك تقرا كتاب الروح للامام ابن القيم في تفاصيل مهمه في هذا الامر ان شاء الله. أختي سائلة دكتور من الجزائر سألنا سؤال قراءة القرآن. صحيح تفضل دكتور. السؤال الآخر بتاع الإنسان اللي يقرأ القرآن ويهب الثواب موضع خلاف بين الفقهاء بين من يرى أنه هو لا اللي وارد في الأمر الدعاء إن إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث منها ولد صالح يدعو له فقال الدعاء ويستدل بحديث بالآية آسف وليس الإنسان إلا ما سعى وإني الصدقة الجارية اللي هو تصدق بها الشخص نفسه ده الرأي من يمنع من يجيز قال لا القرآن خير دعاء هو يدخل في إطار الدعاء وليس الإنسان إلا ما سعى لا الولد ابن الشخص من سعيه هو من سعي الإنسان
لأن ابني من سعي، وإذا كان في الدنيا أنت وملك لأبيك فأولى إذا وهب عملا صالحا. ثم رأوا أن في قربات بتجوز الإنسان يهبها زي الحج، المرأة التي قالت يا رسول الله إن يعني أمي ماتت، أو في رواية أبي مات ولم يحج، فقال رأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضية؟ قالت نعم، قال فدين الله حق بالقضاء، فحجت عن أبيها. وحج صحابي عن صحابي، لو قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم عن شبرمة. قالوا دلالة على جواز هنا إهداء أو هبة الثواب إلى الآخر، حتى لو كان مش أبوك وأمك ولا أقربائك، للأخ لك في الله. يعني هذان الرأيان الفقهيان موجودان، يعني وإن كنا نميل إلى رأي الجواز فلا مانع من ذلك شرعا، وهبة الأمر الأجر لثواب هذا الميت. والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى لا يحرمك أنت أيضا من الأجر من قرأ وتصدق. إن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع. أخت سائلة دكتور من الجزائر بتسأل، بتقول إن أنا يعني وضعي في البيت اختلف بعد حرب غزة، فأصبحت مكتئبة وأصبح البيت كئيب وأهملت بعض الأمور ولا أستطيع أن أغير ذلك الوضع، فما هو الحل؟ هي طبعا بتسأل بتقول يعني هل في شيء أكتر من الدعاء ممكن نفعله ليهم؟ لكن سؤالها الأساسي دكتور عن مسألة إن الجو البيت بقى فيه يعني نوع من الحزن والكآبة وما إلى ذلك، فازاي يعني تتخطى هذا الأمر؟ نعم، الحزن شيء طبيعي والألم شيء طبيعي، نحن نتألم لما نرى ونتألم لعجزنا ونتألم ونحزن بأكثر من القهر، يعني بمعنى الحقيقي وقهر الرجال، ونتألم لحكام خونة وأنظمة ظالمة باطشة مجرمة تتواطأ مع الكيان الصهيوني ضد أهل غزة، ولكن ليس المطلوب منا أن نحول هذا القهر وهذا الحزن إلى ممات، إلى يأس. لا، المسلم لا يأس، اليأس ذكر في القرآن مقرونا بالكفر والضلال، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وما يخلص من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا ليس مطلوب منا أن نيأس. النبي صلى الله عليه وسلم هزم الصحابة في غزوة أحد، المسلمون هزموا في أحد، إيه اللي حصل؟ ثاني يوم حمراء الأسد. هو ده المطلوب من المسلم، قد أكبو لكن لا أجعل من كبوتي قبرا لي، قد أمرض لكن لا أجعل من مرضي وفاة لي، بل مطلوب مني العمل إلى آخر رمق في حياتي. ما أقول إحنا بنكتفي بالدعاء، ومن قالك والدعاء ده حاجة بسيطة؟ إذا كنت عاجزا عندك بالمال تناضل بالمال بالإعلام بالكلمة، تربي أولادك على هذا الأمر. إذا العمل مطلوب من الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة، الساعة بتقوم، في أكثر من الساعة، مش حرب في فلسطين، لا ده الساعة بتقوم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها وله بذلك أجر. طب ده أنا اليوم بتقوم، يعني سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه رآه أحد الناس وهو يغرس فسيلة نخل، وقال له أحد الناس يا هذا يا أبا الدرداء أتؤمل أن تأكل منها؟ أنت عندك أمل تأكل منها، النخلة بتاخد سنين. قال أيها الغافل، غرس الآباء فأكلنا، فواجب علينا أن نغرسها حتى يأكل الأبناء. طب أبو الدرداء إذا مات في حياة، الحديث بيقول إذا قامت الساعة، يعني لا أنت هتعيش ولا النخلة هتطلع ولا هتعيش ولا حد هيأكل منها لو عاشت، إنما إيه المقصود بالحديث؟ العمل إلى آخر رمق في حياتك. من يأس ده اللي ده ما أحب شيء لقلب العدو. ثم أنت بتيأس، أما أهل غزة يعملوا إيه؟ أما أنت اللي بره يأس، أما اللي جوه اللي مخذول من القريب والبعيد والضرب فوق وتحت، ومع ذلك يقول لك عمول المقامة اوعوا تفرطوا وإحنا معاكم، وتقصف البيوت، تعمل هدنة كم يوم يرجعوا ليها ويهجروا مرة تانية. من اللي المفروض يحزن ويكتئب؟ مين اللي عنده هذا كم من الشهداء ولا أنت اللي بتتفرج؟ لا، لابد أن نحول هذا الحزن وهذا الغضب إلى طاقة عمل فعلي يناصر إخواننا ويغيث أهلنا. ليس يأس، تحولش اليأس أبدا عندك أو الحزن اليأس. أي نعم.
معنا الأخت أم محمود من مصر. أم محمود اتفضلي. أخت أم محمود. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسنة جاية يكونوا على جبل عرفات كده إن شاء الله. اللهم أمين جمعا إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أنا سؤالي، والدتي ست كبيرة وبعدين كانت أجهضت نفسها كذا مرة من زمان، وبعدين دلوقتي سمعت فتوى إنها لازم تصوم 60 يوم متتاليين، وهي طبعا ما تقدرش على كده. في حد تاني قال لها ممكن تصلي بدلهم إطعام أو فلوس، ممكن تطلع فلوس وتبعتهم لغزة. طيب هو يا ابني انت ما شفتيش الحلقه بتاعت امبارح يا اخت ام محمود؟ انت كنت بعتت السؤال على الواتساب، وانا وفي حلقه امبارح احنا بعتناه للشيخ. بس ما هو التوقيت ده كان النور قاطع، معلش. لا لا خير خير ان شاء الله، مش مشكله باذن الله. دكتور الاخت ام محمود يعني سؤالها ما سمعتوش بالامس لان كان النور مقطوع يعني. طب تلحق لما يقطع بقى، مش ناقصين منه اللي بيقطعوا عليهم يعني. هو يقطع عليكم النور وانا عيد الاجابه مرتين، ماشي. نعد لك اللي قلناه امبارح. لا هو طبعا الاصل ان المراه اذا اجهضت، لا الاصل مش مساله الكفار، الاصل ان هو الغره اللي هو جزء من الديه معين بيدفعه الانسان اللي هو فعل هذا لمن يرث هذا الجنين لو كان عايش. طب انا ما اقدرش عندي المبلغ بتاع الديه ده، وقالوا لها والله تصومي 60 يوم. طيب مش قادر اصوم 60 يوم، تطعم 60 مسكين لا مانع. طيب 60 مسكين دول ينفع ابعتهم لغزه؟ ينفع، بس على شرط ابلغ اللي واخد ان ده كفاره كذا، فيبقى المساكين. اي نعم، جزاك الله خير دكتور. في اخ سائل بعت سؤال عن لعبه الكترونيه، بيقول ان هو بيلعبها، بيقول ان يعني اللعبه بيكون فيها بعض صور لآلهة يعني مصطنعة تبع أديان مختلفة، وبعض الصور لنساء يعني شبه عرايا يعني. فسؤال الأخ سائل بيقول إن اللعبة دي بتعلموا بعض اللغة الإنجليزية وتعلموا التفكير الاستراتيجي أو يعني التفكير بشكل عام، فبيسأل بيقول هل يعني يحق أو يعني حلال إن يلعب هذه اللعبة أم لا؟ لا طبعا لا يحل له ذلك شرعا. مين قال إن اللغة مرتبطة بإنك تتفرج على آلهة وأوثان أو نساء عرايا؟ أبدا، هذا كلام غير صحيح. يعني إذا واحد عايزين نعلمه عربي نفرجه على رقاصة بترقص، مش هيحصل. أو والله يشوف امرأة عارية، يعني التعليم ليس له علاقة بكشف العورات ولا بالأشياء المحرمة. والتعليم طول عمره يرتبط بالمادة اللي بتقدم. أصل اللعبة بتعلمني، طب ما فيش غيرها تعلمك؟ مستحيل. لا طبعا هذا لا يجوز شرعا، الاطلاع على العورات أو التطبيع مع رموز تتعلق بأصنام وأوثان تعبد من دون الله، لا ليس مقبولا شرعا، هذا غير مقبول، هذا ليس مما يستثنى فيه ولا فيه ولا من الضرورات أبدا. لأني بدل الوسيلة عندك عشرات الآلاف من الوسائل غير الوسيلة دي تماما. زي ما واحد يقول لك أنا عايز أتعلم إنجليزي، فراح يقنع مراته لا أتجوز واحدة تكون بتكلم إنجليزي. طب هو يعني الجواز هو اللي يعلمك الانجليزي؟ لما تروح تاخد كورسات في البريتش كونسل ولا في اي مكان هتاخد كورسات، انما كل واحد بيجيب حجه في اللي بيناسبه. عايز اتفرج على العلو يقول هو اصلا بيتعلم انجليزي، اصلا يعلمني التفكير الاستراتيجي. لما التفكير الاستراتيجي فيه مليون كورس ومليون دوره على النت وعلى غيره. اي نعم دكتور. معنا الاخت امة الله من مصر. امة الله اتفضلي. اخت امة الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. معايا حضرتك بأجرها في الشهر يعني بستثمرها، ففي عليها أرباح بتدخل، يعني الربح اللي بيدخل منها بيحول عليه الحول مثلا، ففي الحال الزكاة بتخرج على ثمن الشقة ولا تخرج على الربح اللي طالع اللي بيحول عليه الحول؟ طيب تمام إن شاء الله. دكتور الأخت أمة الله شقة يعني بتأجرها بنية الاستثمار، يعني هل الزكاة على أصل الثمن الشقة ولا على الربح الطالع؟ لا، الشقة التي تؤجر الزكاة بتكون على قيمة الإيجار الذي يستخرج منها 2.5%، على بتحط المال ضمن الوعاء الزكاة عندها وتزكي عنده كل عنه كل حول 2.5%. إن شاء الله. ونفس الحالة التاكسيات، تاكسي اللي بتقدر على الاجره اللي بتيجي.
على راس المال بتاع التاكسي نفسه. الا لو جيت ابيع بقى، جيت ابيع الشقه وتاجر تحول مال الشقه اللي فلوسها المال بحطه في عائد الزكاه وزي مع الحول بتاعه. انما طول ما هي شقه للاستئجار خلاص عرضتها للبيع بقت عروض تجاره، القصه تانية. في اخ سائل دكتور بيسال بيقول ان هو كان بيعمل في احد مناطق المملكه العربيه السعوديه يعني، وفي شهر رمضان اللي فات زوجته جت له هي واولاده زياره وعشان يعملوا عمره مع بعض، واتقابلوا في جده وذهبوا سويا الى مكه ونزلوا في احد الفنادق. فهو بيقول ان يعني في يعني كان يوم في ضمن النهار في نهار اليوم يعني كانوا صايمين واستريحوا في هذه الغرفه جميعا، ونامت جنبه زوجته، وبيقول ان هو لم يتمكن من نفسه فاذا به ينزل غصب عنه، فقام بالاغتسال واكمل صومه عادي وقام باداء العمره في هذا اليوم، وبعد ذلك بعد انتهاء رمضان قام بقضاء هذا اليوم. فهل ما فعله صحيح وما حكم اداء هذه العمره؟ هو لما انزل كان محرم، هو كان يعني حسب سؤال الدكتور كان في مكه في الفندق، فيبدو ان هو كانوا يعني هيروحوا يعملوا العمره، مش عارف كان احرم ولا لا يعني ما كتبش. طب ما هو لازم افهم يعني، لان طبعا ده مش جماع بوجه وكل الوجود، ده مش جماع. طبعا صيامه فسد يعني. هو كان نايم ولا صاحي؟ احتلام ولا أقول لم ندخل في النوم حسب السؤال دكتور. ايه؟ لم ندخل في النوم. طب خلاص يعني مستيقظ في يقظه. ده وكذا، فطبعا ده في هذه الحاله صيامه بطل هذا اليوم على ارجح الاقوال، مش وعليه القضاء في القضاء والكفاره، لان القضاء والكفاره في الجماع وليس في ما دون الجماع. فهو اللي عمله صحيح في الكلام. هل طبعا احرم معناه بيبقى معناه في هذه الحاله ايضا المساله فيها الممنوع ما نبي عليه دم في هذه الحاله يعني بحيث العمره يعني. أخت سائلة دكتور بتقول إن أنا يعني طالبة في الجامعة وكنت عايز أنزل أشتغل في الأجازة علشان أجيب بعض متطلباتي الشخصية يعني مصاريف وما إلى ذلك، ولكن بابايا رفض إن أنا أنزل أشتغل، وفي نفس الوقت يعني رغم رفضه إن أنا أنزل أشتغل ما بيدنيش الفلوس اللي أنا عايزها كمصروف شخصي. فبتسأل يعني بتقول هل من حق إن هو يمنعني من النزول من الشغل أم لا؟ من حق يمنع من نزول الشغل يعني، إنه في النهاية رافض لهذا عمل، شايف لا يتناسب معاه، شايف ان هي لا او لا تقعد. طيب ظروفه صعبه، معناه الاب بيغار على بنته. هذه غيره محموده، ما نقدرش، ما هوش الراجل بخلان عليها. هل الاب قدراته انه يقدر ينفق على البنت اللي عايزاه ولا هو ده حدوده؟ غالبا حدوده، والا لو كان الاب بخلان المساله بخل هيقول لها انزلي ما احب القلب وفرت له. انما واضح ان القصه عند الاب دي قدرته وانه بيغار على البنت. نعم له ذلك. طب في نقطة دكتور في سؤالها برضو بتقول هل من حقي ان انا اطلب منه مصروف يعني وزيادة في المصروف يعني ولا لا؟ دي قضية تنظيمية في البيت، مش قضية مشايخ. أيوه. ولا فتوى. الاب بظروفه ايه؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر وانت محتاجة يوفر احتياجاتك، لكن عندك احتياجات هو مش قادر عليها الا في حدود معينة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ينفق ذو ساعة من ساعتي. نعم. في أخ سائل دكتور بيقول إن أنا كنت بفضل الله بعد وفاة والدنا يعني كنت كأب لأخواتي الصغيرين وساعدتهم في الزواج وما إلى ذلك ومصاريفهم وكل الكلام ده لحد ما كلهم تزوجوا وكبروا. فالأخ بيقول إنهم بعد ما كبروا يعني فضلوا أسرتهم على هذا الأخ يعني أو على عائلتهم الكبيرة، وبعضهم ظلموا أو بعضهم سرق منه بعض الأموال أو يعني حصل بينهم مشاكل. فالأخ بيقول إن أنا لم أعد قادر على صلاتهم بعد هذا الظلم اللي عملوا علي وسوء المعاملة وما إلى ذلك، فهل ده يعتبر قطع للرحم أم لا؟ لا، ما يعتبرش قطع للرحم في هذه الحالة. قطع للرحم لما يكون الرحم دول على الأقل يعني لا يسيئون، إنما ظلم وإساءة وسوء تعامل وكذا. النفس البشرية هي نفس يعني، ما نقدرش إخواننا نكلفها ما لا تطيق يعني. ناس إصرار في الظلم وإصرار، وكل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني واحد يقول أصل قال ولا يصلوني، قال فإنما تصفوهم المال ليس الواصل بالمكافئ. ده الباب النموذج اللي مطلوب، لكن لو باب العدل يعني ناس أحسن فأساءوا ويسيئون ويظلمون ولم يرتدوا عن ظلمهم، خدت موقف يعني ما أراه شرعا
أنه لم يخطئ في ذلك. والحقيقة دكتور يعني في سؤال برضو يعني تقريبا نفس السؤال اللي فات ده، بس الأخت المرة دي بتقول إن هما يعني 9 بنات، البنت الكبيرة كانت بتعق يعني عقة لأبوها وأمها بشكل كبير وبتسيء لأبوها وأمها، فالباقي قطعوها، فالآن البنت يعني اعتذرت لوالدها ولمامتها وجاية إنها تتصالح، ولكن الأخت السائلة بتقول إن أنا مش قادرة أكلمها أو أرجع تاني العلاقة زي ما هي. لا، ليس من حق هذه الأخت القطيعة، فما دام عرفت بخطئها وتابت وأنابت الله و جاءت لتصلح ما أفسدت، هو من الناس يخلو من الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب إذا جاءت مقبلة وتائبة ومعتذرة وإذا الأب والأم سمحوا، أنت ملكية أكثر من الملك؟ لا، ده طبعا معناها بتدخل فيها نوايا غير كويسة، والشيطان بيدخل مدخل هنا في ويتحول الأمر يتصور للأهل إن ده كانت نفسنا أو غيرة أو كذا من أختك. لا، مدام أصحاب الحق تنازلوا عنه وعافوا لما الأبوين والأخت اعتذرت ورجعت إلى تابت إلى الله وهي ما أسويها تائبة كعاصية المعاملة واحدة، لا هذا لا يجوز شرعا. أي نعم دكتور. أخ سائل بيقول إن أنا يعني حصلت مشكلة بين زوجتي وبين أمي، فأنا قلت لأمي والله أطلقها علشان أرضيكي، فبيسأل على هذه الصيغة من 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 الكلام اللي قاله لأمه، هل ده يعتبر طلاق ولا حكم هذه الكلمة يعني؟ لا يعني والله أطلقها لو ضر لو ضر دي ده يعني احنا مش عارفين هو يمين ولا إبرار بيها، مش يعني مش عارف أكيفه. ده يمين منعقدة ولا يمين لغو؟ واضح انه من باب اللغو وليس من باب اليمين، لأن المنعقد فضل على شيء مقبل. لكن لا يقول لا يا الله يا ابني الا لو اصب بذلك ان يتبر بقسم، فلا، هنا في الاولى من الاخ لا يلجا لهذا اليمين، لان في النهايه لماذا سيطلق الزوجه؟ هل فعلت ما تستحق به الطلاق؟ طب انا اللي يرضيها، هل هرضي امي لو طلق مراتي؟ لو يرضي امي، هل ما تفعله الام هو رضا لله ام لا؟ لو كان في رضا الله قصه اخرى، انما لو كان في غير رضا الله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، والأولى احتياطاً يكفر عن هذا اليمين. أي نعم. أخ سيد الدكتور بيقول أنا مجاز بالقراءات وبصلي في مسجد، ولكن أتحرج من التقدم للإمامة، واللي بيتقدم في العادة بيكون حد كبير وقرأته غلط، فهل علي وزر بسبب عدم تقدمي للإمامة؟ وما حكم الصلاة في هذه الحالة مع وجود من هو أحق بالإمامة؟ يعني والأخ عايزنا احنا ننزقه للمصلية يصلي؟ طبعا واحد مجاز بالقراءة ما تتفضل تخش تصلي، محرج من ايه؟ ما فيش احق بها منك، اتفضل، والاولى الناس تقدمه. انما رجل كبير اللي يخش يدخل ليه؟ ما حدش بيدخل، ولما انت تدخل تتقدم ويسمع هذا الكبير المسن تلاوتك وكذا سيشعر بانه لا انت الاولى والاحق، ويبقى ممكن نقدم هذا الرجل الكبير في الصلوات السرية ظهر وعصر، خد نصيبه إذا كان عايزين خايفين لنحرجه. إنما الصلوات الجهرية المحتاجة صوت وتلاوة وأحكام صلي فيها الأخ المجاز ده، تبقى تقسمت وتراضط يعني. أي نعم. في أخت سائلة دكتور بتقول زوج أختي يمنعني من دخول بيته ولذلك لا أزور أختي، فهل علي ذنب في عدم زيارتها أم لا؟ منع زوج الأخت للأخت من الزيارة يأثم بذلك، لأنه يمنع هنا صلة رحم إذا لم يكن عنده سبب شرعي، والله الست دي مش منحرفة سلوكيا وهتأثر على بنات، من حق ده بتيجي تقلب عليا مراتي، وإحنا طبعا السؤال مبهم مش عارفين أسباب إن الزوج الأخت مانع الأخت تزور أختها ليه. إذا في سبب شرعي يقدر هذا السبب الشرعي، ما فيش سبب شرعي يبقى الأخت تعمل إيه؟ خلاص ما بتروحش، لكن هذا لا يمنع من الصلة. الصلة مش مجرد الزيارة، الاتصال، الأخت التانية تحضرها، يتقابلوا في بيت أبوهم، يتقابلوا في أي مكان آخر، في أوجه عدة لصلة الرحم لا تقف عند مجرد أن الأخت دي تزور الأخت ببيتها اللي الزور منعها منه. نعم. أخ سائل دكتور بيسأل بيقول عفوا يعني أخت كبيرة حاجة كبيرة يعني بتقول إن أنا على المعاش والمعاش لا يكفي احتياجاتي، وأنا حاطة مبلغ المعاش ده في البنك وبصرف من أرباحه، فهل ده حرام أم حلال؟ هي محددتش البنك دكتور يعني إسلامي أو غير إسلامي يعني. إذا كانت الأموال في بنك الربوي فمعناها هذا محرم شرعا، عليها أن تتطهر من الأرباح، تتطهر منها
ولا رأس المال، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا كان في بنك إسلامي وفي هيئة رقابة شرعية تدقق فالأمر جائز بالأرباح. طب أنا في بنك ربوي خلاص بشيل المبلغ ده وراح حطه تاني في أي معاملة تانية جائزة شرعا حتى أخرج من هذا الحرج الشرعي المحرم. إن شاء الله. الأخ دكتور اللي هو سأل اللي هو قال لزوجته قال لوالدته يعني والله طلقها عشان أرضيكي، بيسأل بيقول يعني لو كان ده يمين يعني فما هي الكفارة يعني، هل ممكن يعتبره يمين؟ لغو يعتبر يمين وصوم ثلاثة أيام أو اطعم 10 مساكين أو كسوتهم. إن شاء الله. لسه تقريبا دكتور يعني دقيقتين من وقت الحلقة أخت سائلة بتقول ما هي حقوق المرأة عند الطلاق بعد 14 سنة زواج علما بأن الطلاق تم بالاتفاق والأولاد مع والدهم؟ حقوق المرأة بعد طلاق 14 سنة ونفس الطلاق بعد 14 ساعة. ملاش علاقة. بعض الناس يقول لك عشرة السنين وعشرة العمر، هي الحقوق الحقوق يا جماعة ملهاش علاقة إنك الطلاق بعد 14 سنة أو بعد 14 دقيقة، مدام دخل بها لها كامل المهر ولها الحقوق. طيب أنتم متطلقين دلوقتي ومتفقين الأولاد معاه، إذا أنتم تراضيتوا فاهمين حقوقك إيه؟ مدام الأولاد معاه هيبقى لك حقوق إيه؟ حقوقك اللي كنت لك المؤخر الصداق وعزالك والمهر بتاعك كامل المهر، وعندك نفقة متعة لمدة سنة، فين زاد فبها ونعمة. طب الأولاد معاك يبقى ليكي نفقة الحضانة والنفقة بتاعتهم نفقتهم عشان تنفق على الولاد دول، وانت كحاضنة ليكي نفقة معاهم، الأولاد مع أبوه خلاص. والحاجات دي بتتم يا أخوانا بالتراضي بالتفاهم بالنقاش وفي إطار قوي تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، إن احنا نراعي العشرة. والأهم من الفلوس الأولاد دي هنربيها إزاي، هنرعاها إزاي. اللي مع الأولاد ما يشيلش الأولاد من الزوج أو الزوجة أو العكس. فبعض الناس اللي طبعا يسأل سؤال عام فأنا اضطريت أجاوب على قبل عموم السؤال يعني. أي نعم. جزاك الله خيرا دكتور. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف، وشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.